مرحبا، اسمي محمد إبراهيم، عمري 25 سنة، اشتغل مع ألفا أبس كاركتر ديزاينر وكونسبت أرتست. كنت أحضر أفلام كرتون كتير وأنا صغير، وكنت انشد لهي الشخصيات اللي كنت أشوفها على التلفزيون. كنت أتفاجأ أنه كيف بيحركوا رسمة، فكنت أرسم واستنى أنها تتحرك، بس ما كانت تتحرك، فضل عندي طموح لأعرف كيف تتحرك الرسمة على الورق. كنت على الفيسبوك لما شفت إعلان كارتون نتورك أنيميشن أكاديمي، وكليك ورا كليك لقيت حالي عبعب بأبليكيشن. فشهرين وإذ أنا طالب بالأكاديمية. جو الدراسة بالأكاديمية كتير قريب من جو الشغل بالستوديو أنت بعد ما تخلص، يعني كل شخص عنده طبع خاص. لا، الكل رح يكون نفس الطبع، بس كل واحد عنده طريقة بالرسم خاصة فيه. رح يدفعوك للعمل الجماعي أكثر، رح يدفعوك لأنك تكون صديق للكل، رح يدفعوك لأنه تشارك كل شيء عم تتعلمه. مدة دراسة بالكورس سنة كاملة ساعدتني كتير أني أطور مهاراتي، لأنه احتكيت بخبرة عالمية أوريدي، اللي هنا أساتذة وطلاب اللي هنا كل واحد من مكان الأكاديمية. عم تركز على موضوع أنه أنت يكون معك البورتفوليو تبعك يكون 100% كامل، بحيث أنت مع مساعدتهم أو بدون مساعدتهم أنت رح تلاقي شغل. بس مع هالشي هن بالجراجويشن داي وبيوم التخرج هن بيعملوا شوكيس إيفنت، أنت بتجي عليها جايب الشغل تبعك، وبيجوا الشركات من المنطقة بيشوفوا شغلك فعلياً رح تتوظف. يعني أنا هيك توظفت. الأكاديمية ساعدتني أني حقق بحلم منه أنا صغير، يعني بحلم أني أحققه، اللي هو أنه هالرسمة اللي وأنا صغير كنت أرسمها وقول هل يمكن أنها تتحرك لحالها. ساعدتني أعرف أنه بتتحرك، وأنه فيني طالب منها كتير شغلات حلوة، وأنه فيني أعمل فيلم كرتون كامل. وهذا الشيء اللي تعلمته بالأكاديمية وساعدتني أني أعمل.